السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رحالة؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء. النهاردة برضو ان شاء الله في اجازتنا طالعين نغير جو كالعادة، برضو باذن الله طالعين برضو على التسقيط ان شاء الله. هنجرب تسقيط على وعر، ولو ما كانتش معانا على الوعر هننزل على الغزيلة. طبعا معايا النهارده ان شاء الله ضيوف عزيز عليا خالص، اخ وصديقي محمد اسماعيل، يلا نصيده حبيبي يا موحى. ومعايا طبعا الشاب الجنتلمان بتاع الغله اللي هو شكله هيركب الصاروخ، يعني مش عارف عرفتوه ولا لسه. يعني معانا اسلام مزاج الصيف. مرحبا يا جماعه، احسن ناس والله، احسن ناس على الطاب من على التنوار، احسن ناس. يلا ان شاء الله نشوف ايه اللي هيحصل معانا. الله كريم، ادعوا لنا يا جماعه يكون يومنا حلو ان شاء الله. صباحكم زي الفل يا شباب. اول استفتاح عدل ان شاء الله. هو بسم الله ما شاء الله، احنا خدنا شويه كام شيخ كده وكام شرغوشه، وان شاء الله يومنا جميل ومعانا مفاجآت النهارده ان شاء الله. طبعا يا جماعه ما قلت لكمش انا مين معايا النهارده. يلا نصيده محمد اسماعيل حبيبي يا سولو. مزاج الصيف. صباح الفل. صباحكم عسل ان شاء الله يا شباب. صباحك زي العسل. صباح الفل ابو خالد. صباح الفل ابو الاشواق. صباح جميل. نهاركم عسل ان شاء الله يا جماعه. اهو يا ملكاتك يا ابو خالد. صلى على النبي يا ابو خالد. اهو الملكه الجميله. صباحك زي الفل ابو خالد. هو يشن ويجي ضارب ولاده. ده كان سايبها يا حاج، كان سايبها بيبص لها السناره ماشيه منه راح ضارب. العب يا عبد وريه. ارفع كده بس السمكة بس. عايز صور. هو عايز صور. سيبها من الفوطة. سيبها من الفوطة. ايوه. يلا يا عم الله يسهل لك. عيش بقى. بص يا جماعة احنا هننزل دلوقتي نازلة من اولها اهيت على الغزيلة. ونلمح مع بعض ان شاء الله ازاي بتكون الضربة بتاعت الغزيلة. ماشي. انا كده طعمت السنار بتاعها اهوت. ادي سنار 2 3 4 5 6 7. انا مستكفي بدول كده. دي النازله بتاعتها ان شاء الله. بتفتح المكب بتاعك وبتنزل، تفضل تريح لحد لما توصل معانا على الارض. صلي 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 على النبي. صلي. طبعا الارض اللي احنا عليها دي ارض رمله، تمام، وبنجر احنا على الايه، على الرمله دي، ما بين ضربه وما بين جره والكلام ده. الارض اللي احنا عليها ديت كلها صرع حاليا، فربنا يسهل يعني. المسافه بتبقى طويله شويه طبعا. تمام. عينك بقى استاذ محمد كده على اول اللبلوق. دي ضربت كده يا جماعه، دي سمكه ان شاء الله. الثانية هي إذا ربنا أراد برضو يعني. شفت محمد ضربة جت معاك باين إن شاء الله؟ إن شاء الله. طبعا لما بتضرب بتريح القطعة على الأرض عشان لو في حاجة تانية في السرب إيه تنزل تاكل عليها إن شاء الله. هنستكفي كده ان شاء الله نشوف رزقي طلع ايه، لان برضو ساعات بيبقى فيه سمك بيقطع منك. توكلنا على الله. الله ينور يا استاذ سامع. يا صلاة النبي هات عليه.
الله المستعان. الله كريم. اللي جاي احسن ان شاء الله. صلى على النبي يا شباب. صرع بسم الله ما شاء الله. مقاسات جامبو اهي. مقاسات جامبو اهي بالصلاه على النبي. ما شاء الله. وحته حارت كمان اهي. حارت او مكرونه. الله كريم يا شباب والحمد لله رب العالمين. صبح يا ابو خالد. يلا بينا. صلي على النبي يا شباب. صلي 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 على اللص مقطع البحر. صلي صلي على قائد علي البحار القبطان علي البحار والقبطان العالمي يطلع لكم السمك الرهيبه سمك التونه العنيده. يا عيني يا عيني طلعت ايه الله اكبر يا عيني. صلي 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 القرصان القبطان والقرصان نورماندي تو حلاوتك النورماندي. اللهم صل على النبي. صل على النبي. صل يا جماعه. صلي صلي. صور الراجل ده انت كمان معاه ابن حميد افندي قصاص من القصاص يدي وخش على التاني يا جماعه. صيادين هم طالعين هم الله ييسر لهم الحال يا رب. الله يستر علينا وعليكم يا رب. يا صلاه النبي. صلاه النبي. النبي صلي. الرجاله اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك بالله عليكم. الاشتراك يا جماعه واللايكات مهمه جدا. اللايك مهم جدا يا حسام. صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله استاذنا اهو معاك اهو. صل على النبي. شوف حلاوتك يا محمد اسماعيل. اللهم صل على النبي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. ثلاثة منه. اللي جاي احسن رجالة ان شاء الله. ان شاء الله. ابو خالد كلاكيت المرة 30. نعم. انهي مهرجان؟ ما تخافش ليه؟ هننزل اهو دلوقتي. انا بنتعب انا من الغزيله دي. والله. انا كده كده النهارده اصلا تعبان ومش في المود يعني. شلحت ولا ايه؟ صلى على النبي يا ابو خالد. ما شاء الله ابو خالد بتاع التقيل يا جدعان. حلاوتك يا ابو خالد ما شاء الله. صح. صلى على النبي يا استاذنا. يا عماد يا زداء. مين اللي جاي؟ حلاوتك. صلى على النبي. ما شاء الله. ازيك يا استاذ؟ صلى على النبي. الناس اهو يا جماعه تسلم يا حماده. وقفنا احنا شويه على على الوعر فمش كل الناس انبسطت وبتاع. قلنا ننزل الغزيله وادينا كده شغالين على الغزيله اهو. يا مسهل الحال يا رب. ايوه ابو خالد. ابو خالد طبعا زعلان يا جماعه عشان ساب الوقر. فربنا يفتح نفسه ان شاء الله ويجيب لنا حاجه حلوه. ايوه 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 ايوه. يا عيني يا عيني. ايه يا ابو خالد الحاجات ده؟ ابو خالد بقول
الصلاة على النبي ابو خالد. طب حطها على ايدك كده بالله عليك. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله. اي يا عم خير 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 ان شاء الله. بص الجو عامل ازاي؟ مين اللي جاي؟ صلاة على النبي، صلاة على النبي. ما شاء الله حلاوتك يا سولو. ده صرع يا جماعه. ايوه بس صرع محمل ده، حطها كده على ايدك. الله اكبر يا جدعان. يا ابو اسماعيل دي صرع ده يا سامح. ايوه صرع. ايوه اسلام. ايوه اسلام الحقني يا سلوم. صلي صلي. العب يا سولو العب. مزاج الصيد اهو جاي يتمزج هنا في البحر يا جماعه. احس يا استاذ ساب البولت. احس استاذ ساب. العب يا سولو. الصلاه على النبي. ما شاء الله والله صار محمل بالصلاه على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. صلاه النبي ما شاء الله. اهوت يا جماعه العب يا سولو. تاني مره جوز اهو. اخر تاني مره. ماشي حلاوتك يا عم. الصلاه على النبي. ايه ده استاذنا خدت ايه؟